يا أيها الناس إن الشيطان للناس عدو مبين. قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وإنه يوسوس في قلوب الناس ليكون لله بغيا فلا تتخذوه وليا ومن مكائد الشيطان منع الناس عن العلم والعمل وترك الإخلاص لله وطريق التخلص عنه الاستعاذة بالله كما قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ومن مكائده تسويل الباطل وتزيينه كما قال تعالى لأزينن لهم في الأرض ولا أخوينهم أجمعين. وفي آية أخرى وزين لهم الشيطان أعمالهم فسدهم عن السبيل. وفي آية أخرى سول لهم وأملأ لهم. ومن هذا النوع من التسويل كما قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الله يعدكم مغفرة منه فضلا الله واسع عليم. وقال تعالى نقلا عن قول الشيطان ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذن الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. فعلى الناس التنبه عن وساوس الشيطان كل حين لأنه قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.